ما هو الكلام الذي يقال عند قبور 70 الشهيد الذين استشهدوا في موقعة أحد؟ كغيرهم من القبور، يقف عليهم ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم.